بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم من كنوز السنة العالم وأكثر الناس آية في سورة آل عمران، لو أنك قرأتها ثم استشهدت عليها أو أملت عليها بالشهادة بالتوحيد كنت من أصحاب العهود ودخلت الجنة يوم القيامة، كنت من السابقين إلى الجنة ودخلت الجنة بغير سابقة، دخلت بغير سابقة حساب والعذاب. روى الأعمش من كبار التابعين أنه قال: من قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا الله العزيز الحكيم، ثم تقول: وأنا أشهد على ذلك يا رب، وأنا على ذلك من الشاهدين، اللهم إني استودعتك هذه الشهادة فهي عندك وديعة إلى يوم القيامة، فاحفظها لي بما تحفظ به عبادك الصالحين. أصبحت من أصحاب الوهود، أصبحت من أصحاب الوهود، فينادى يوم القيامة: أين أصحاب الوهود؟ فيقومون ويدخلون الجنة قبل الحساب. وفي رواية: يأتيك ملك إلى قبرك ويقول لك: قم واذهب الى الجنه. فلذلك انا عامل ده ورد صباحا ومساء، بقرا الايه دي وبعدين اقول: وانا اشهد على ذلك يا رب، وانا على ذلك من الشاهدين، اللهم اني استودعتك هذه الشهاده فهي عندك وديعه الى يوم القيامه، فاحفظها لي بما تحفظ به عبادك الصالحين. ف تسبق الى الجنه وتكون من السابق وتدخل الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب، فيعني لا ينصب لك لا ينشر لك ديوان ولا ينصب لك ميزان يوم القيامة، وهذه منزلة عظيمة جدا. فيا ريت كلنا نحافظ يعني نعمل السنة اليسيرة دي، لأنها سنة يسيرة وصواب عظيم جدا. أقول قولي هذا، استغفر الله.